السيدات والسادة، مساء الخير. في مصر نقابة للممثلين تضم آلاف الممثلين من مختلف الأعمار، وينضم لها كل يوم العشرات من الوجوه الشابة. في بلدنا أيضا نقابة للسينمائيين تضم آلاف آخرين يعملون في مختلف المهن السينمائية، وينضم لها كل يوم عشرات السينمائيين الشبان. وإلى جانب النقابتين هناك نقابة أخرى للموسيقيين تحتضن الآلاف من الموسيقيين في مختلف التخصصات، ويلتحق بها سنويا عشرات من عشاق الموسيقى خريجي المعاهد الموسيقية في مصر. لكل هذا كان من المنطقي أن تحتضن مصر منذ عشرات السنين أقدم وأهم مهرجانات المسرح والسينما من القاهرة إلى الإسكندرية إلى الإسماعيلية وأسوان. وفي كل شهر وربما في كل أسبوع يظهر على الشاشات وخشبات المسرح في مصر والمنطقة مئات الممثلين المصريين. وقد يسأل البعض، من أين يأتي كل هؤلاء؟ من أين تخرج كل هذه المواهب الرائعة في كل فنون المسرح والسينما؟ الإجابة، لأن هؤلاء النجوم لهم أساتذة كبار علموا ودربوا وتركوا ميراثا مرشدا للأجيال. من هؤلاء الأساتذة ضيفتنا اليوم ممثلة كبيرة وأستاذة قديرة تملك تاريخا حافلا من التجارب المسرحية المهمة ومشوارا طويلا مع السينما المستقلة. في حديثنا اليوم من مصر نسألها عن المسرح التجريبي، عن فرق شباب المسرح ولماذا اختفت، عن إبداعات سينما الشباب وأفلامهم القصيرة التي كانت مصنعا للمواهب والنجوم، عن المسرح والسينما المستقلة، عن دور الدولة والمجتمع المدني. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم. معي للحديث عن تجربتها المهمة في المسرح التجريبي والسينما المستقلة الفنانة الكبيرة الأستاذة سلوى محمد علي. الفنانة الكبيرة سلوى محمد علي فنانة مصرية قديرة من الجيل الذهبي للمسرح المستقل، أثرت الساحة الفنية بعطاء متواصل منذ أن تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت سلوى محمد علي مشوارها الفني على خشبة المسرح في عام 1988، وقدمت العديد من العروض المسرحية المهمة، حصلت بعضها على جوائز محلية ودولية. انطلقت سلوى محمد علي بقوة نحو عالم الدراما من خلال مشاركتها في مسلسلات وأفلام عديدة، بالإضافة لتميزها في مجال الأفلام المستقلة والقصيرة. خلال مسيرتها قدمت الفنانة الكبيرة أكثر من 50 عملاً في السينما والتلفزيون، وتنوعت أدوارها بين التراجيديا والكوميديا، من بين أدوارها البارزة شخصية الخالة خيرية في برنامج الأطفال الشهير عالم سمسم، وهو الدور الذي منحها شهرة واسعة خاصة بين الأطفال. من أبرز أعمالها في السينما أفلام الأبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، وأسرار عائلية، وفتاة المصنع، وفي التلفزيون لفتت الأنظار في مسلسلات بنت مهذات وسيرة حب ولأعلى سعر وبميت وش ورمضان كريم وحارة اليهود والخواجة عبد القادر. في المسرح شاركت سلوى محمد علي في بطولة الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني، وعلى الرصيف مع الفنانة سهير البابلي، ومدرسة العساكر، ورحلة حنظلة، ودقة زار، وذاكرة المياه، والحياة حلوة. في مجال الدوبلاج أبدعت سلوى محمد علي في أداء أصوات شخصيات متنوعة في أفلام ديزني، منها رويلا في 101 كلب، والضبع الشرير في الأسد الملك، والقطة دوقة
في قطط الذوات. تركت الفنانة القديرة بصمة كبيرة في ورش التمثيل التي دربت خلالها العديد من الأسماء الشابة التي أصبحت نجوماً فيما بعد، وقدمت ورش تمثيل مسرحية خارج مصر في ألمانيا والسويد والعراق ولبنان وبولندا، ودربت الممثلين في فيلم ستموت في العشرين. خلال مسيرتها الفنية حصلت سلوى محمد علي على العديد من الجوائز، من بينها جائزة رفيعة عن دورها في مسرحية أحلام شقية، وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم علي معزة وإبراهيم، وذلك في الدورة 44 من مهرجان جمعية الفيلم. الفنانة الكبيرة أستاذة سلوى محمد علي، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. مساء الخير، ميرسي على الكبيرة. أهلاً. كبيرة سنا لا ومقاما برضه. الله يخليك. أهلا وسهلا. يعني أنا هبتدي الحقيقة من حدث مصري كان موجود بشكل مكثف في الفترة اللي فاتت، المهرجان الدولي للمسرح. يعني أنا شايفة أن حضرتك كنت مهتمة بيه جدا، ما هذا الاهتمام؟ المهرجان التجريبي ولا تقصدي المهرجان القومي؟ المهرجان التجريبي أصله هو تقريبا أول دورة أظن على ما أفتكر أنها كانت سنة 90. واللي حصل إن إحنا شفنا نوع مسرح مختلف. يعني إحنا متعودين مرات كتير على المسرح التقليدي، حتى كان في مسرحيات بتتعرض كل يوم خميس، اللي في سني عارفين الكلام ده، من المسرح القومي كنا دايما نشوف حاجات توفيق الحكيم وسعد الدين وهبة وكده. وحتى لما شفنا مسرح مغاير أظن كانت مسرحية الفرافير، تأليف يوسف إدريس وإخراج حتى المطاعة. اسمها كان غريب. جي بقى من مسرح التجريبي شفنا مسرح مغاير خالص. يعني مسرح قليل التكلفة مثلا، اللي هو بيتقال عليه المسرح الفقير، اللي هو تقريبا من غير تكلفة خالص. فده بنتيجته ايه؟ انه اي حد عايز يعمل مسرح مش محتاج فلوس كتير، هو محتاج فراغ مسرحي وممثل وطبعا جمهور. يعني من صفاته أنه قليل التكلفة. وأيضا إيه تاني؟ يعني كلمة التجريبي هنا يعني تجربة جديدة، هل شيء جديد؟ قليل التكلفة ده شيء جديد كان في مصر آنذاك. بيعتمد على قدرات الممثل فقط، وما فيش حاجة بتعمل يعني بتخلينا نشيل عنا من على الممثل. يعني مفيش ديكور، مرات كتير بيبقى فضاء، مجرد فضاء مسرحي بس، او يمكن قطع الديكور بتبقى موتيف مش الديكورات الحقيقيه اللي احنا بنشوفها، اللي هو يبقى صالون مثلا، يعني زي مسرح الصالون فيرمي اللي كانت بتقدمه فرقه الريحاني، وكان بيقدمه فؤاد المهندس وشويكار وكده. دايما بنلاقي صالون ونلاقي شكل مكتبه او شكل ايه، لكن المسرح الفقير فضاء مسرحي وممثلين. فهنا الممثل مسؤوليته اكبر، يعني ما فيش حاجه بتساعد عوامل المساعده زي الديكور والملابس. يعني حتى ما فيهوش ملابس المسرح الفقير، مش محتاجين نعمل كوستيومز، الكوستيومز هي الملابس المسرحيه. يعني هي الدورة دي في مصر كانت الدورة 31، مظبوط، يعني بقالنا أكتر من 30 سنة معاه. هي أظن أنها كان المفروض تبقى 35 أو 36 كمان. أيوة. لأنه إحنا وقفنا وقت الثورة ووقفنا وقت الكورونا. فدي دورات راحت علينا. لكن 31 رقم مش قليل برضه. بعد 31 سنة يعني إلى أين وصلت مصر بفنها المسرحي في المسرح التجريبي؟ عاملة كده زي رسم القلب طالعة نازلة. دايما في تجارب مسرحية مهمة، مرات بتبقى قليلة ومرات بتبقى أكتر شوية. دايما في ناس عاشقة للمسرح، مرات بيبقى في خفوت. مرات العاشقين للمسرح ما بيقدروش يوصلوا للمهرجان التجريبي، بيبقوا بعيد اكتر. لانه لما حصل انه كان في فرق مستقله قبل التجريبي، انا عارفه ان انا نطيت، انت كنت هتسالي السؤال ده. حصل انتشار للفرق المستقله، كان اهم ميزه عملتها الفرق المستقله مثلا انه ما بقاش في مركزيه في القاهره.
يعني دايما اللي عايز يدخل سينما بيجي القاهرة، اللي عايز يشوف مسرح بيجي القاهرة. حصل انه لا، في كل قرية وفي كل مدينة فرقة مستقلة، فرقة مستقلة او اكتر كمان. فحصل انه الناس في ربوع مصر شافوا مسرح يعني. مستقلة بمعنى ايه؟ مستقلة عن المؤسسات الحكومية انذاك يعني، يعني ما احناش تبع مسرح القومي، ما احنا الفرقة مش تبع مسرح السلام، ما بيطلع لهاش ميزانية، لكن بتبقى ميزانية يعني قليلة، جهد خاص، جهد خاص، او يمكن الان جي اوز او المؤسسات المجتمع المدني ممكن تدعم، هي اللي بتمول ممكن. طب صلتها ايه يعني؟ ما صلتها بوزارة الثقافة مثلا؟ في الحقيقة مثلا وزارة الثقافة كانت بتدي مكان، كان في مسرح الهناجر كان مكان مهم، وكان في ساعتها مركز الإبداع كان هانجر هو كمان، وكنا بنعمل بروفات مرات في البارك بتاع الأوبرا. فكان في هانجر والهناجر، المسرح ليه ناحيتين، هو مسرح عميق جدا فبينفع يتقدم فيه عرضين او عرض واحد يلف العمق ده كله. ويبقى فيه هو مختلف خالص، ما فيش مسرح زيه في مصر. هو ينفع يبقى فيه جمهور الناحيه دي وجمهور الناحيه دي والمسرح في النص يعني. فهو غير الشكل التقليدي الخشبة المسرح، لا شكله مش تقليدي. لا، المفروض انه كان فيه فرق اساسيه يعني، كان ليه اسماء اساسيه، انا حتى قلتها ساعه التكريم بتاع المهرجان القومي للمسرح المصري. فالفرق دي كانت لازم تسلم فرق، وكان لازم في فرق تانية يعني تنبثق من الفرق دي وتنجب أجيال من المسرحيين الجدد يعني. ما حصلش بالنسبة للمرجوة يعني اللي كنا بنحلم بيها. يعني لما فرقة بتقفل، لما ثلاث فرق بيقفلوا يمكن تيجي كفرقة مكانهم، وكمان أكتر من ثلاثة. ماذا تفعلين في مثلا هذا المسرح المستقل والمسرح التجريبي، ويعني كل هذه المحاولات الشبابية؟ بقول إنه صعب قوي إنه يبقى المثقفين على جانب الدولة في نفس الوقت، دايما المثقفين على يسار الدولة. فلما مرة يبقى الهدف واحد، يعني الهدف واحد جدا، أي. إن إحنا مش عايزين تطرف، كل من المثقفين والدولة مش عايزين تطرف. فلما نبقى هدفنا واحد، نوحد الجهود وندعمها ونسندها. فلما ما يبقاش فيه تطرف ازاي؟ لما يبقى فيه مسرح في القرية، فالشباب هيبقى عندهم طاقات إبداعية هتطلع في هذا المسرح. او وكمان التحدي بتاع الفرقة بتاعتنا دي، فرقتنا احنا، دي مش فرقة احنا معينين فيها، دي ملكنا. فاحنا عايزين بتعمل حالة كده من الشغف ومن الطاقة حلوة إن دي الفرقة بتاعتكو، وإحنا بس هندعمكو يعني. ممكن ندعم بفلوس، ممكن ندعم بمكان، لكن ستيل الفرقة بتاعتكو، الموضوع اللي انتوا عايزين تعملوه أو الموضوعات اللي عايزين تعملوها اعملوها، احلموا، مش عايزين مقابل والله عملتوا فلوس خير ما عملتوش فلوس خير، لأنه الهدف الأساسي مش مكسب مادي. طب هذه التجارب المسرحية وخصوصا للشباب، ألا تقوم جهة بتسجيلها؟ للأسف لا. أنا هقولك في حكاية في المسرح كده، إنه ناس المسرح عامل زي الحياة، غير متكرر يعني. حتى عمرك ما تشوفي لما بيحصل إن في عرض مسرحي، عمر ما كان عرض شبه التاني، لازم في اختلاف ولو طفيف يعني. في حدود للجودة، ما بننزلش عن حدود الجودة، بس ما فيش عرض شبه التاني، لأنه الممثلين بشر، اللي قابلهم الصبح النهاردة غير اللي قابلهم الصبح بكرة. فبيحصل إنه العرض المسرحي شبه الحياة، شيء غير متكرر، هو بيختلف لكن في النهاية النص واحد، بس مختلف، شبه الحياة. الأيام مش شبه بعضها، حتى مهما قلنا إن الأيام شبه بعضها ومهما كان في روتين في الأيام، المسرح كذلك. فناس المسرح مش مهتمين قوي بإنهم يصوروا أو إنهم يوثقوا أو إنهم يأرشفوا، دي شغلانة ناس تانية يعني. في ناس باحثين مؤرشفين هم اللي لازم يعملوا كده، إنما مش الفرقة المسرحية يعني. الحقيقة احنا دلوقتي بنتكلم على أساس إنه يعني ياريت كلامنا يوصل لسيد وزير الثقافة، ويبقى في فعلا اهتمام بتوثيق هذه التجارب المسرحية واللي موجودة أعتقد في كل أرجاء مصر حاليا يعني.
هي مش موجودة بالكسرة بتاعت أيوه. التسعينات أيوه. يعني اللي حصل انه في وقبل التسعينات كمان كان في تجارب قليلة لكن موجودة يعني دلوقتي بنتكلم على تجارب مسرحية جديدة للشباب وتجارب ايضا سينمائية جديدة للشباب واخرها هذا الفيلم اللي حصل على جائزة في مهرجان كان السينمائي الدولي ده كمان عن فرقة مسرحية مستقلة يعني هذا الفيلم عن فرقة مسرحية مستقلة ليها علاقة بالشارع في المنيا ليها علاقة بالناس بيمشوا في الشوارع يقولوا لهم تعالوا اتفرجوا بيعملوا علاقة بالجمهور ما هوش اودينز كده قاعدين على كراسي وهم بيعرضوا بس لا هم قبل العرض كمان طريقة تسويق عرضهم طريقة لطيفة جدا وتراثية يعني زمان كان الناس كان في منادي في الحياة أيوة. يعني حتى أنا حتى حضرت المنادي ده يعني أنا ست تربية المناطق الشعبية فلما كان حد يتوه كانت أمه تروح للمنادي يا أولاد الحلال ابني أيوة. وحتى شفناها في الليلة الكبيرة صحيح. دي نهاية الليلة الكبيرة يا أولاد الحلال فكان في هذا المنادي فهم أخذوا من التراث وعملوا تسويقهم في القرية بتاعته أيوة. وتجربة وثقت بفيلم ودي طريقة توثيق يعني ومهمة جدا قوي وانبهروا بيها الخواجات لأنه ما شافوش كده قبل كده أعرف منين أنا شاب صغير وعايز أدخل هذا المجال وعايز أشوف اللي قبلي عملوا إيه يعني ليه مسرح الستينات عايش في وسطينا لحد النهاردة ولحد النهاردة بنضرب المثل بمسرح الستينات عشان كان في حركة نقدية مواكبة أيوة. النقاد وثقوا يعني النقاد الكبار وكانوا نقاد كبار جدا النقد مهم جدا في الارتقاء بالمستوى وفي التوثيق كمان كان في نقاد ومتحمسين جدا يعني نهاد صليحة عبلة الرويني أيوة. ميسة زكي سامية حبيب جرجس شكري غيرهم كتير لكن نهاد كاتبة بس كاتبة بالعربي قليل يعني صراحة كاتبة بالإنجليزي أكتر هذه المقالات مثلا هل بتوصل للطلبة والطالبات الموجودين في المعاهد المسرحية والسينمائية في مصر؟ لما حد بيعمل رسالة مثلا وبيبحث لا مش بيلاقي كفاية لأنه فكرة الأرشفة هذه يعني الأعمال يعني إن لم يتم تسجيلها كيف يطلع عليها مثلا طلبة فنون مسرحية مثلا؟ هي ما تمش تسجيلها للأسف أعتقد أن ليها علاقة بميزانية هتكلم مع وقت التسعينات ميزانية وزارة الثقافة ما كانتش كافية لأنه يتسجل عرض تسجيل كويس قوي يعني أنا العرض الوحيد اللي اشتغلت فيه وتسجل كان الملك لير لأنه بطولة نجم يحيى الفخراني كان ليه تأثير إنما ميزانية وزارة الثقافة قليلة يعني هذا نداء يعني للوزير الحالي الحقيقة هو وزير جديد وشاب نرجو ان هو يعني يتنبه لهذه هو التجارب اوريدي على المسرح على المسرح بمجرد ما انا خلصت كلمتي هو قال لي انا مهتم بالموضوع ده واحب جدا ان احنا نأرشف جميل. التجربه دي خصوصا انه مش بس هو كان طيار محلي لا المسرحيات دي احنا عرضنا في كل اوروبا عرضنا في أكبر مهرجانات في يعني عرضنا في أدنبرا وعرضنا في مهرجان أفينيون عرضنا في الصين في إيران في تركيا عرضنا في الوطن العربي سمع عننا خواجات وعن تجاربنا جم تأملوا التجربة واحتمال يكونوا هم كاتبين عنها أكتر مننا يعني بيتر بروك دي طبعا تعرفي أنه بيتر بروك من أهم المسرحيين اللي أنا شخصيا حضرتهم يعني جه تأمل التجارب دي وحتى عمل ماستر كلاس كان في الهناجر ساعتها وأظن أنه كتب مثلا عن المحبذاتية وإن كان المحبذاتية كانت مسرحية إنتاج وزارة الثقافة كانت قصر ثقافة الغول يعمل مسرحية بيتر بروك كان بيجي المهرجان التجريبي لأنه المهرجان التجريبي انتشر جدا في العالم الفرق الصغيرة اللي كانت بتيجي اللي هي مستقلة برضو يعني مثلا احنا جالنا فرقه جوجول هذا الكاتب الروسي المشهور وجالنا فرقه تشيكوف برضو الكاتب الروسي يعني بالذات شرق اوروبا وروسيا كان ليهم ورومانيا مثلا يعني هو في العالم كله الحقيقه هذه التجارب الشبابيه هي يعني البدايات دايما للتقدم في هذه المجالات الفنيه ما هو الشباب هو اللي دايما سابق لازم نعرف كده يعني والتجارب دي مهمه جدا لسياسة الدولة اللي تصادف
في التاريخ قليل قوي ان المثقفين وسياسه الدوله يبقوا مع بعض في في في, في فكره ما. طب انا عايز اسال حضرتك عن شباب المسرح، وانا عارفه انك بتهتمي بشكل خاص بهؤلاء الشباب، اين يذهبون الان؟ اين يعملون الان؟ دلوقتي المجهود مجهودات شخصيه حتى غير مدعومه، يعني هذا الفيلم الجميل اللي هو نظرة إلى السماء اللي أخذ جايزة في مهرجان كان من الجوائز المهمة، ودايما كمان الأفلام المستقلة هي اللي بتوصل لكان، أفلامنا المصرية المستقلة وفي قسم خاص لها بتوصل لكان وبتاخد جوائز مهمة. يعني إحنا كان عندنا فيلم مهم جدا اسمه ريش أخذ جايزة النقاد في مهرجان كان، لم ندعمه يعني ما تشافش حتى، بالعكس هوجم من فنانين، يعني الفيلم هوجم من فنانين، ف يعني هي شيء حزين. يعني هو احيانا الحقيقه عندنا لما بيبقى في الافلام السينمائيه او العروض الفنيه بشكل خاص شيء ما مثلا يعتبره البعض مسيء لمصر، رغم أن كل الدول بتعرض يعني حياتها بشكل جيد، يعني الفقر ليس عيبا، مثلا انحصار التعليم في بعض الأماكن ده موجود في العالم. صح. يعني عايز أقول لك دايما نقول إحنا كده إكسبريشن بيتقال يقول لك كوكب اليابان الشقيق. أيوة. فأنا قاعدة عندي موقف من اليابانيين أن هم أنتوا مالكوا صح قوي كده ليه؟ مالكوا عاملين كده ليه؟ لحد ما شفت فيلم ياباني عن بائعة هوى ورجل شرطة فاسد، هنا اتصالحت مع شعب اليابان. حسيت انهم شعب برضو عندهم فساد وعندهم بنات هوا وفي مشاكل مجتمعيه زي كل المجتمعات، لانه احنا مش البشر مش آلهة ومش ملائكه. صحيح. عندهم نواقص كتير وفي فقر في كل حته. طيب هننتقل من المسرح، وانا عارفه حضرتك لك هذا الاهتمام الخاص بالمسرح المستقل بشكل خاص، السينما المستقله، وتكلمنا عن تجربة منها راحت مهرجان كان. أكتر من كل سنة في فيلم مستقل في مهرجان كان. كل سنة في فيلم مجموعة من الشباب عملوه وعرفوا يوصلوه لمهرجان كان وسمع على الأقل إن ما أخدش جائزة كبيرة. كيف يعني نشجع هذا يعني أفتكر كمان فيلم الأبو بكر شوقي. أيوه. يعني كان فيلم مهم جدا عن مستعمرة الجوزيمة، والفيلم من كذا سنة فعلا، من كم سنة وكان في كان وأخذ جايزة برضه. فده فيلم مستقل. وزارة الثقافة ماذا تقدم لهؤلاء الشباب؟ دعم، أماكن، فضاء مسرحي زي ما بنقول، دعم مادي. كان صندوق التنمية الثقافية بيعمل الدعم ده، ومعرفش حصل مرة كده إنه الدعم ده رجع لوزارة المالية نتيجة حاجات روتينية، نتيجة روتين ما جاش تاني. يعني صندوق التنمية الثقافية كان في أفلام بتتقدم له. أيوه. بيديها دعم مش بطال، يعتبر نواة يعني لأفلام مستقلة، فالدعم ده انتهى. انتهى. مش يعني موجود. فرصة الحقيقة دلوقتي إن احنا أيضا نشير إلى ضرورة عودته مرة أخرى، مثلا الدعم ده. إنه الأفلام المستقلة ما تدفعش المبالغ الكبيرة اللي بتدفع في التصاريح للأفلام التجارية اللي هي بتعمل مكسب كبير. صحيح. يعني التصاريح مكلفة جدا، عبء على الإنتاج يعني. أما الأجور في الأفلام المستقلة فهي هم مش شايلين همها قوي، لأنه الفيلم المستقل فيه ميزة أنه يعني ما بيتبعش القوانين بتاعت الفيلم التجاري، مش شباك تذاكر. أيوة. مش مضطر يجيب نجم شباك ولا حاجة، هو ينفع يبقى كلهم، حتى مرات بيبقوا وجوه جديدة غير معروفة، فبالتالي بيعمل موضوعات ما بنقعدش نقول، رغم ان حجة شباك التذاكر دي انا موضوعات يعني جديدة، موضوعات جديدة غير خاضعة لشروط السوق ولشروط شباك التذاكر. لا الموضوع خاضع ولا الكاست خاضع، فبالتالي الفيلم المستقل فيلم حر، وده في حد ذاته الحقيقه شيء جميل وجديد واضافه. طبعا. طبعا. طيب. يا ريت يدعم، يعني لازم وزاره الثقافه تدعم. طب ان لم يجيء الدعم، ولكن مفترض طبعا انه يجيء من وزاره الثقافه من الدوله، دور مثلا المجتمع المدني، دور رجال الاعمال. مظبوط. يعني احنا لما بنبص عن رجال الاعمال في العالم كله فكلهم عندهم مؤسسه
لدعم الثقافة أو لدعم مواضيع معينة. أتمنى أنه أظن في رجل أعمال شهير يعني ساويرس هو اللي عنده المؤسسة الثقافية وبيدعم حاجات ثقافية بغض النظر عن مهرجان الجونة السينمائي، لكن في مؤسسة ثقافية بتدعم القصة القصيرة والرواية والمسرحية، كتاب المسرح وكتاب السيناريو كده. فأنا أتمنى أن رجال الأعمال ياخدوا بالهم أن ده موضوع مهم، دي مسؤولية، ده واجب واجب عليهم. يعني حضرتك اشتغلتي مع مخرجين مستقلين، يعني كيف كانت هذه التجربة؟ يعني ممتعة جدا، تقدري تتخيلي، يعني مش محتاجة أقول إنه. وإيه الفرق بينها وبين يعني العمل بالشكل التقليدي؟ الشكل التقليدي زي ما قلت لك خاضع لما يسمى شباك التذاكر ولما يسمى الذوق الجمهور العام، رغم إنه والله إحنا شفنا تجارب كتير جديدة. يعني مثلا في فيلم اسمه الحريفة، أيوة. ما فيهوش نجم شباك كان آنذاك، أظنه كان السنة اللي فاتت وكده، وحقق نجاح. رغم هما مجموعة من الشباب حققوا نجاح، فأنا يعني عايزة أقول إنه ده بيرد على فكرة الجمهور عايز كده. يعني الجمهور مش كل الجمهور، مرات بيبقى مظلوم في إنه يتقال عليه عايز كده. وأعتقد أيضا الجمهور بيبقى يعني من حين لآخر عايز جديد، بالظبط، يا إما العالم هيسبقنا. يعني هو من ناحية العالم يسبقنا، هو إلى حد كبير سبقنا في مجال التكنيك، لأنه برضو التكنيك بيحتاج فلوس، الإضاءة، حتى المايك اللي بنستخدمه خلاص المايك ده تقريبا من العالم اختفى، بقى فيه مايك أصغر، بقى فيه يعني تمام. إحنا بنغزل برجل حمار، أي نعم. استوديوهات الصوت مثلا، إحنا محتاجين استوديوهات صوت فيها تكنيك وفيها معدات أغلى من كده شوية، ف العالم سابقنا شويه تكنولوجيا، لكن احنا معوضين ده فنيا، بنغزل فعلا. يعني مهندسين الصوت بيغزلوا بس اظن ان احنا مواكبين العالم في الكاميرات والاضاءه. اظن ده قسم التصوير بالذات مواكب العالم. يعني اعتقد انه يعني الان مع التلفزيون، مع المنصات الجديده، الأفلام التلفزيونية والمسرحيات حتى التلفزيونية وأفلام الأطفال التلفزيونية أصبحت منتشرة انتشار كبير جدا جدا. هل هذه الأعمال اللي بتعرض على المنصات التلفزيونية ممكن تغنينا عن خشبة المسرح، عن شاشة السينما؟ بصي، هو السؤال ده سألوا المسرحيين لما جت السينما سنة 1901 أو 1889 كده، وفضل المسرح بالعكس تقدم. يعني مش تقدم، قصدي يعني بقى في مسرح في ابهار، اللي هو الميوزيكلز والمسرح الكوميرشال، يعني بقى في ابهار اكتر يعني بما انه جت السينما. لما السينما السينمائيين جه التلفزيون، ابتدى السينمائيين يقلقوا شويه، قال لك التلفزيون هيأثر علينا، اثر شويه بس رجع تاني السينما. انا بشوف انه بالعكس كتر الحاجات دي ممكن يرجعنا لخشبة المسرح مثلا، غير انه الاحساس الجماعي اللي بيحصل في السينما ده ملوش زي، يعني متعة انه كلنا كجمهور مش عارفين المشاهدة الجماعية، يعني كلنا مش عارفين بعض. عارفة زي كده ركاب الطيارة الواحدة، يعني بعد شوية في حاجة ربطانة كده، ده بيحصل في قاعة السينما، انه الاحساس بتلاقينا الجمهور كله مثلا بيعيط مع بعضه او بيضحك مع بعضه، والضحك يعني العواطف او المشاعر اثناء التلقي معدية. العدوى دي ليها لذة خاصة، يعني المشاهدة الجماعية سواء في دور المسرح او دور السينما يعني لها رونق خاص في رأي حضرتك؟ طبعا مش هتنتهي، ما ظنش. هو الحقيقة زي ما اتعلمنا يعني فعلا ان مفيش يعني ابتكار فني بيقضي على الابتكار الفني اللي قبله، لا، لكن هم يعني فعلا بيكملوا بعض، وهما الاثنين بيكتسبوا اشياء جديده. مظبوط. الدليل ان في مسرح في العالم لحد النهارده، يعني المسرح ما انتهاش بالسينما ولا انتهى سينما. بالتلفزيون ولا ولا هينتهي يعني حتى التيك توك، يعني انا لازم نقول ان احنا لازم نتفرج على حاجات في التيك توك. والله انا بشوف حاجات في التيك توك مش بطاله، بالعكس بتعمل، يعني هاضيف ان هناك حاجات سيئه ايضا. طبعا في سيء، السينما فيها سيء وفيها كويس، مسرح فيه سيء وفيه كويس، التيك توك فيه ده بيحط المبدع
في تحدي عمره ما هيعمل المعمول. يعني خلاص ده اتعمل في تيك توك مش هعمله انا ابتدي ادور على ابتكارات اخرى. يعني اظن انه في شحذ كده، يعني كل ما زادت المنافذ الفنيه كل ما الشحذ والمنافسه بين الادوات، المنافسه المنافسه الجيده، يعني مش قصدي المنافسه المنافسه منافسه الابداع، اظن كل ما زادت اكتر. للحوار بقي فاصل قصير، نعود بعده لنستكمل هذا الحوار مع الفنانة الكبيرة سلوى محمد علي عن واقع ومستقبل المسرح التجريبي والسينما المستقلة. الفنانة الكبيرة أستاذة سلوى محمد علي، احنا يعني هنتوقف عند تجربة لك في عالم سمسم. التجربة مهمة طبعا. يعني انا النهاردة دي تجربة للأطفال بقى، قد أكون مختلفة. مشهورة بسبب عالم سمسم يمكن أظن، يعني لأنه أنا ربيت جيل أو أجيال كمان على إيديا، فالأطفال كبروا وبقوا شباب، فأنا بقيت يعني معروفة عند شباب كتير بسبب عالم سمسم. التجربة احترمت عقلية الطفل ما قبل سن المدرسة. الناس في التجربة دي عملوا ورش مهمة وكتير لعلم نفس الطفل، سيكولوجية الطفل يعني، وإيه اللي ينفع نقدمه وإيه اللي يسلي الطفل، لأنه إحنا هدفنا كان إن إحنا نقدم حاجات مفيدة، بس أي هدف فن هو التسلية في الأساس يعني. فإيه اللي يسليهم، اللي يبسط عينيهم، ايه الالوان اللي بتبهج الطفل وكده. يعني حضرتك راضيه عن هذه التجربه؟ راضيه جدا، بس غيرانه. وانا عارفه من غيرانه من التجربه دي، لان انا كل مره اعمل مسرح الاقي وانا نازله من على خشبه المسرح عامله مسرحيه مهمه جدا، يعني يبقى شكسبير، يبقى سعد الله ونوس، يبقى مولير، يبقى هو ايفر، يعني الاقي الناس جايه يقولوا لي خاله خيريه، فبتضايق جدا. يعني انا موافقه انه يقولوا لي خاله خيريه في الشارع، بس مش وانا مخلصه عرض مسرحي. فقد ايه هي مؤثره للدرجه دي يعني ده معناه ان كان العمل ناجح ومؤثر. طبعا طبعا. بس يعني او ليه معنى تاني ان انا ما كنتش مؤثره قوي في العرض المسرحي ده لدرجه انهم افتكروا لي خاله خيريه. لا اكيد هناخد العمل الأول. ده اللي حالا هناخد المعنى الاول طبعا. يعني يعني حضرتك دلوقتي هل في اعمال مسرحيه الآن بتقدم للأطفال بشكل خاص؟ الأعمال التلفزيونية مثلا، عالم الأطفال، في أعمال تلفزيونية بتتقدم للأطفال؟ أنا بسألك. لا مفيش. يعني أظن آخر عمل مصري بوجي وطمطم وبكار. ولا في حاجة تانية؟ دي من سنوات، من سنوات طويلة. رغم هقولك إيه، لما حصل إن ديزني قررت تعمل قناة بالعربي فجم مصر أوكي علشان يعملوا قناة ديزني بالعربي، ندبلج أعمالهم للغة العربية بالذات اللهجة المصرية. فلما جم مصر في عدد كبير جدا من العاملين بالحقل الفني اشتغلوا في الترجمة وفي التمصير وفي ترجمة الأغاني وفي إخراج الأغاني. يعني في موسيقيين كتير اشتغلوا إنهم يخرجوا الأغنية عشان الممثل المصري يغنيها، وفي إخراج العمل. إحنا عندنا كم كبير جدا من المبدعين في عالم الطفل دلوقتي قاعدين في البيت لما خلصنا قناة ديزني. أنا تخيلت إن هتتم الاستفادة من الناس دي كلها اللي هم روعة على فكرة. يعني عايز أقول لك على حاجة، إنه مثلا كان في فيلم أو مسلسل من ديزني معمول باللهجة، بلهجة الشوارع السود الأمريكان، الأفرو أمريكان ليهم لهجة كده، فهم عاملينها. لما جت مصر عملناها باللهجة البورسعيدي، ودي كانت فكرة حد جميلة. من الممثلين، دي معمولة بلهجة، إحنا ما يلا نعملها بلهجة، فتعملت باللهجة البورسعيدي وكان شغل حلو قوي. يعني قصدي اقول لك شوفي الابداعات بتروح فين والافكار المبتكره بتروح فين وبتتطور. يعني لو هو موجود هذا يعني كان مؤكد ان هيبقى في حصل تطور. كل هذه القدرات لم يتم استغلالها وموجوده لحد النهارده. خساره. احنا كنا نقدر نعمل قناه اطفال باللهجه المصريه واحنا مستريحين، قناه تلفزيونيه واحنا مستريحين. معرفش ليه. وبعدين عالم سمسم ده اللي مكسر الدنيا في الوطن العربي، ما هو برضه عامله مصريين. يعني بكار
الشخصية المصرية الجميلة أوي أوي. ليه؟ وعندنا قسم فنون تحريك يعني في معهد السينما، أنا مش عارفة بيعملوا إيه. وكان عندنا مهرجان لسينما الطفل، مهرجان سينما الطفل. دلوقتي عندنا معهد فنون الطفل في الأكاديمية، وده يعتبر جديد، لكن مش كفاية. طب مهرجان سينما الطفل أين ذهب؟ ما أعرفش يعني. أظن أنه يمكن قريب، أو أظن أنه عملوا جزء في مهرجان العالمين لسينما الطفل، لأن أنا عاملة له، أو للأطفال، لفنون الأطفال، لأن أنا عاملة له فويس أوفر. فأظن أن في جزء. أنا نفسي أنه يتعمل مهرجان سينما الطفل، مهرجان مسرح الطفل، مسرحة المناهج. يعني أنا مش عارفة إزاي المناهج مش بتتمسرح، مع أنه دي حاجة يعني ولادنا التلاميذ أو الطلبة في المدارس بيدرسوا مثلا شكسبير. أيوه. شكسبير دي مسرحيات تتعمل مسرح. يعني أنا فاكرة لما كنا بنعرض الملك لير كان مدارس أجنبية كتير بتيجي عشان تتفرج، لأنه لير كانت مقررة عليهم آنذاك، أو شكسبير. ده حتى العلوم، يعني لو جسم الإنسان لما ينفع يتعمل مسرح، الفيزياء تتعمل مسرح. فأنا مش ويكسب، لانه مثلا انا شايفه مثلا، او انا رصدت انه هيئه المسرح في وقت من الاوقات، او البيت الفني للمسرح، كان اللي بيصرف على البيت الفني للمسرح، اللي بيدخل فلوس للبيت الفني للمسرح، هو مسرح العرايس. أيوة. والمسرح القومي للطفل، دول اكتر مسرحين بيصرفوا. ومسرح العرايس كان الحقيقه يشاهده الكبار والصغار، وعايش لحد وعايش الكبيره لحد دلوقتي. النهارده صحيح، بنشوفها بنتبسط بيها جدا. غير بقى اهميه الاهتمام بالطفل، واهميه ان الطفل يبقى يتذوق من صغره، انه تعليمه يبقى تعليم ممتع. طيب حضرتك قلتي مره ان المسرح المستقل هو جزء من هويتنا الثقافيه، كنت تقصدي ايه؟ كنت أقصد اللي قلته من شوية، إنه مش متمركز في مصر أو في القاهرة، وحتى مش متمركز في وسط البلد. يعني معظم المسارح في وسط البلد، يعني القومي في العتبة، والسلام وميامي، والجمهورية والأوبرا. ده حتى مرات المسرح بيبقى فيه فرق في شبرا، بيبقى فيه فرق في حلوين بتعرض في حلوين، بيبقى فيه فرق بتعرض في الجيزة. أيه. أو في المنيا أو في سوهاج أو كده. فهو الفرق دي، وأنا على فكرة شايفة قريب، يعني وزارة الشباب على فكرة مثلا بتدعم فرق مسرحية، أنا شفته قريب، كان السنة اللي فاتت يمكن. فرق مسرحية جاية من الواحات وجاية من سيوة. ده شيء جميل حقيقي. فده طبعا هم بيعملوا مسرح خاص بيهم، خاص ببيئتهم، البيئة دي، الملابس دي، العادات دي. فطبعا المسرح المستقل والفرق المستقلة ليها علاقة بالبيئة اللي احنا جايين منها. ومن الممكن ان تنتقل بين المحافظات حتى يبقى في نوع من المعرفه. بالظبط. انا عايزه اقول لك في ناس كتير قوي بيفخروا انهم بيسافروا بره مصر وهم ما شافوش مصر. يعني ما شافوا. فاظن انه المسرح بالذات مسرح الاقاليم، وهنا ياتي برضو دور، مش بس المسرح المستقل، ياتي دور الثقافه الجماهيريه. ايوه. يعني في غايه الاهميه الثقافه الجماهيريه. يعني حضرتك شايفة أنه مثلا أن قصور الثقافة يعني لابد أن تعود إلى سابق عهدها من يعني الانتشار ومن كثافة العمل. بالضبط. فكل مسرح من كل منطقة خارج القاهرة بيعبر عن هوية المنطقة دي. صحيح. فمحتاجة ثقافة جماهيرية، ومحتاجة فرق مستقلة. أما بنقول سينما مستقل، عرفنا معناها، هل في حاجة اسمها مخرج مستقل؟ اللي بيعمل السينما المستقلة مخرج مستقل فقط، اللي ما عندوش القناة المعروفة بتاعت انه يجيب النص، او تعالي نقول دلوقتي لازم نقول النظام دلوقتي. المنتج بيقول انا عايز اعمل فيلم لسين، سين اللي هو نجم او نجمة الشباك، وبعدين يفكروا في المخرج والموضوع، احنا عايزين موضوع لفلان وعلانة مثلا عشان عايزين فيلم تجاري. المخرج المستقل قليل قوي في السينما التجارية، انه المخرج ياخد الورق بتاعه ويروح للمنتج، او العكس، المنتج يبقى عنده سكريبت ويدور، وده بيحصل في هوليوود مثلا، انه المنتج البداية من عند المنتج، المنتج يبقى عنده سكريبت يدور له على مخرج يليق على السكريبت، ويدور على عناصر تليق على السكريبت.
قليل قوي ده بيحصل في مصر. اللي بيحصل في مصر ان احنا بندور على النجوم نعمل نشوف الموضوع ايه وبعدين نبقى نشوف مخرج. المخرج المستقل بقى هو صاحب مشروعه. يعني حضرتك بتقولي دلوقتي ان المخرج يعني بيبحث مثلا عن النجم او المنتج كمان بيبحث عن السينما التجاريه. السينما التجاريه طيب في حدود هذه السينما التجاريه اللي مش عيب لا طبعا اللي هي مش على الاطلاق اللي هي لازم يعني تبقى اللي هي الصناعه الحقيقيه على فكره هذه السينما التجاريه بتحتاج الى شاشات عرض والفيلم بيكسب لما بيعرض على يعني عدد كبير من الجمهور وفي اماكن كثيره لدور العرض السينمائي. عندما تنقرض هذه الدور او تقل يعني انت عماله تكلميني في هموم كتير يعني الحقيقه احنا بنطرحها لانه يعني انا شايفه ان لها حل. هي ليست مسائل عويصة على الحل على الإطلاق. يعني أنا عايزة أقول لك إنه مثلا في الستينات تقريبا وأنا مش بقول أرقام دقيقة كان عندنا تقريبا 360 سينما دار عرض سينمائي أظن دلوقتي عندنا 80 وكان عندنا 360 سينما تقريبا في أنحاء مصر يعني الصعيد السوهاج المنيا أسيوط في وجه بحري عدد دور العرض انا عايزه اقول لك ان انا اول فيلم شفته في حياتي شفته ازاي. انا كنت طفله تربيه المناطق الشعبيه في عربيه ماشيه زي المنادي اللي قلت لك عليه من شويه بميكروفون يا اهالي القلعه الكرام في هيبقى في فيلم يوم الجمعه الساعه كذا في الوسعايه الفلانيه. كانت الوسعايه زمان بنسميها الخرابه يعني فكانوا في ناس بتيجي تنظف هذه الخرابه واحنا مطلوب مننا كل واحد يجيب كرسي ويقعد عليه وهم بيحطوا شاشه العرض وقاله العرض نتفرج ببلاش. اوكي ده اول فيلم انا شفته في حياتي. دي اول سينما انا شفتها في حياتي ومش هقدر انساها طبعا ومش هقدر ما تتنسيش لانها تجربه ما تتنسيش وتجربه جميله. فالدوله كانت بتبعت لنا دور عرض رغم انه كان في دور عرض كتير ما كانتش مكتفيه بيهم كانت كمان بتخترع دور عرض. يعني شايفه حضرتك ان احنا يعني لو نريد نهضه سينمائيه او نعيد هذه النهضه السينمائيه ان احنا نبتدي باتاحه دور العرض مهم جدا يعني احد العوامل جداً المهمه انه يبقى في دور عرض مش بس في القاهره والجيزه واسكندريه في جميع المحافظات انه الفكره القديمه اللي انا حكيت عنها اول فيلم شفته في حياتي ده ليه لا ليه ما تروحش ليه ما نروحش القرى نعمل عرض لفيلم مبهج. انا ما قلتلكيش فيلم ثقافي وافلام مش عارف متخصصه لانه في افلام متخصصه لازم نعترف لكن فيلم كوميدي فيلم يعجب الجمهور ونروح لهم في قريتهم. أيوة. وهذا يندرج ايضا على المسرح وطبعا يندرج على المسرح. لا بس الافكار بتاعت انه المسرح يبقى الفرقه جايه من القريه دي او من الواحات دي فكره احسن. بس برضو وماله نعمل مسرحيات ونروح. بس هو للاسف المسرحيات التجاريه محتاجه بني سويف المنيا كده انما القرى هي فرق مستقله وثقافه جماهيريه. طيب السينما المستقله حضرتك انت مهتمه بيها ايضا والمسرح المستقل حضرتك برضو مهتمه بيهم اكتر ممكن يعني يقوموا بهذا الدور يعني بعيدا عن الدوله مثلا يعني لو الدوله دعمتهم هل ممكن فن ينمو ويزدهر بعيدا عن رعايه الدوله؟ ممكن لانه كيف؟ في وجود الـ اسمها ايه مجتمع جمعيات المجتمع المدني يعني جمعيات المجتمع المدني بتدعم فنون في مناطق كتير في مصر هذه الجمعيات شايفه حضرتك ان لها دور بتقولي لي لا هو السؤال هل ممكن حصل بيحصل الدوله بس احنا ما عندناش عدد كافي من جمعيات المجتمع المدني اللي هي تدعم يعني هم انا اعرف جمعيات كتير بتدعم صناعات يدويه بتدعم سيدات يمكن كمان مرات بيتكلموا في التعليم او محو اميه ولا حاجه انما فنون دي قليل ممكن الرسم لكن سينما ومسرح دي حاجات اعتقد جمعيات قليله اللي بتدعم. طب اذا كان هذا يعني هذه السينما وهذا المسرح من الممكن ان يدر دخلا لو يدر دخلا احنا لا
يعني ما مش يعني مش مش الدخل اللي يصبو اليه منتج أو لكن رجال الاعمال لو عملوا جمعيات المجتمع المدني اللي بتدعم فنون دي فكره، او حتى مش رجال الاعمال بس معظم جمعيات المجتمع المدني ليها علاقه بالمراه يعني، والمراه مهمه كمان في يعني هي ليها علاقه بالصناعه بالحاجات اليدويه بتاعه المراه، بمشاكل المراه، بحاجات كتير، ودي مواضيع في غايه الاهميه. يعني المراه كمان ممكن تدعم بافلام، ممكن تصل بقى قصيرة الى دعم المراه ايضا فنيا يعني او عن طريق الفن. يعني حكايه المراه في الفن دي والله هم اخر، لانه على مستوى العالم المراه في الفن السيدات المبدعات ما زلنا قليلات حتى في أوروبا وأمريكا يعني. فأنا نفسي قوي المرأة وجودها يزيد. نرجو هذا. أستاذة سلوى، حضرتك اشتغلتي في مجالات فنية متعددة، سينما، مسرح، تلفزيون، أيهم الأقرب إلى قلبك؟ بصي، أي ممثل اشتغل مسرح هيقولك مسرح على طول. مسرح إحنا بنتكون فيه، بنكتشف نفسنا، احتكاك مباشر بالجمهور. الجمهور أكبر معلم، لأنه إحنا بنحس بيه. والجمهور المسرح مش بيجامل، هو رحيم، وجمهور المسرح رحيم جدا على فكرة، بيقدر المجهود حتى لو لم توفقي فنيا. هو برضه بيقدر المجهود، لكن يعني بيظهر هذا المجهود كيف؟ عندما يصفق يعني؟ يعني لا، مش بس كده، الطاقة أصلها راحة جاية يعني، حتى من غير ما يعني نفس الجمهور، انتباهه قد ايه منتبه، قد ايه هو منتبه للمشهد ده. فانتباه من كم انتباه الجمهور وتركيزه، احنا بنتعلم انه الفرق بين المشاهد وبعضها. ده منتبه قوي في المشهد ده، صمت، يعني صمت شديد، ده معناه انا نفسي حتى لو مش متعرفه على اهميه المشهد، الجمهور عرفه لي، علمها لي. لكن اعاده المشهد عن طريق الممثل كل يوم والمدة الطويله جدا جدا، يعني الا تصيبه هو نفسه ببعض الملل؟ بصي، طبعا مرات لازم اعترف، مرات ومرات في ليالي الواحد بيبقى بيدفع نفسه دفع، بس بمجرد ما ابتديتي بقى ويعني واندمجتي وكده يعني الدنيا بتيجي. انما في ليالي تانية مفيش، هو اساسا مفيش ليله زي التانية، لانه زي ما قلت لك ان احنا يعني ايه عناصر المسرح، عناصر بشريه. هذا العنصر البشري كل يوم عنده مود تاني وعنده ظروف اخرى، فده بيعمل حاجات. ومشهوره قوي الحدوته بتاعت سير لورانس اوليفيه اللي هو الممثل البريطاني الشهير، انه في اخر يوم عرض قال لك وجدتها، يعني عرف النهارده اتنورت له فكره مختلفه خالص، انه يا ريته كان فاهمها. فانت في علاقه كده جدليه بينك وبين النص، وبينك وبين المشهد، الجمهور بيعلمها لك. صحيح. أنا حسأل حضرتك سؤال برضو عن يعني سؤال خاص ب يعني وجودك في المعهد العالي للنقد الفني وأساتذتك في هذا المعهد. الأجيال الجديدة في المسرح المصري وكيف تريها؟ النقد الفني أساتذتي أنا بحبهم قوي، نهاد صليحة طبعا، دكتور فخري القسطنطي، محمد بسيوني، نجوى محروس. بسيوني بالمناسبه لازم اقول لك، مش اجرب اقول لك، كان بيضرب بيكي المثل كتلميذه نجيبه، يعني اظن هو كان عامل لك الماجستير، كان مشرف على الماجستير، استاذ عظيم. وكان اختياره للافلام اختيار رصين كده، حببنا قوي في النقد السينمائي الحقيقه. ودكتور زين نصار الله يرحمه، تذوق موسيقي، ودكتور سعد المنصوري الله يرحمه برضو، تذوق فن تشكيلي، وتذوق ادب، دكتوره هدى وصفي وهي حبيبتي لحد النهارده واستاذتنا، مجموعه الحقيقه من الاساتذه الكبار جدا. الحقيقه انا يعني الحمد لله انا فخوره بيهم، وفخوره ومبسوطه قوي ان لحقتهم، الحمد لله. الحمد لله. والاجيال الجديده بقى في المسرح شايفاها ازاي؟ شايفاها روعه، محظوظين. هقول لك، لانه هم شافوا اكتر مننا بكتير،
شافوا مسرح اكتر، شافوا تجارب اكتر. احنا زمان عشان يجي لنا الفيلم كنا بنروح المركز الثقافي مثلا جوتا او المركز الثقافي الفرنساوي او 36 شارع شريف، يمكن في اماكن اختلفت طبعا. النهارده بيشوفوا الفيلم مع بلده، يعني لو فيلم امريكاني بيشوفوه مع الامريكي يعني. فبالتالي هم اذكى وعندهم موهبه كبيره قوي. الفنانه الكبيره استاذه سلوى محمد علي، شكرا جزيلا لحضرتك. انا اللي بشكرك، ميرسي، مبسوطه قوي. ختام اشكر ضيفتي الكبيره الفنانه الموهوبه سلوى محمد علي، ونلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله في حديث جديد من مصر.